خلصت؟ خلصت؟ شو عملت؟ بولت. ايه برافو عليك. لا بدك تبول؟ لا لا اسلم، في شغله لازم نتفق انا وياك عليها. تقول لك شغله، نحن بدنا نطالب بضمان الشيخوخه ضروري. ليش؟ اشمور ضمان الشخشوخه؟ ضمان الشيخوخه. تقول لك ليش؟ لأن نحن هلا هيدا الدم الجديد، هيدا دم الشباب، نحن بالدائره الرسميه ما بدناش يجيبونا الختيارية قعدوه مطرحنا. لا يعني بدنا ننزل، بدنا نقوم بالمبادره، ونحن بدنا نقوم فيها، ننزل على الطريق، نسكر الطريق، بنخليهم يشوفوا. بس ننزل على الطريق فيني بوق؟ بتبوق المطرح ما بدك. بس بدنا نعمل مثل الاستنكار، بدنا نستنكر يا خي. ضمان الشيخ لك، كلك معي لقمه كفته وبطاطا؟ هذه بشكل لك نكزه كفته وبطاطا لقمه؟ لا ليك بصير بدي بول. مرحبا. اهلا اهلا، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. هلا انتبه يا استاذ. يا استاذ، هالمعامله اللي لها 3 سنين ما كانت تعرف تخلص. اهلا وسهلا. بعدني هلا نازله من السابع وما في اسانسير كمان على الدرج بدي اطلع. اهلا. نحن مضيلي اياها رئيس الدائره. نحن بالرسميه بخدمه من المواطن. تكليك لقمه. طيب يا حبيبي لحظه شوي، لحظه شوي. تكليك لقمه كفته وبطاطا هيدي معي. لك يا هلا بالي بالكفته والبطاطا. يا عمي خلصوا لي هالمعامله وخلصوني بقى اذا بتريد. رحت خي على الخارجيه صدقوا لي اياها وخلصت القصه. بس بدي منكم ختم وورق بول. هات لنشوف شو هي دي. لكن ما تعتها للشام، نحن بالدائرة رسمية بخدمه المواطن. يعني اختم لها اياها. هلا بختم لها اياها بس قبل ما يرضى عليك خلصني منها لهالمعامله بقى. لازم نشوف اذا كلها مزبوطه. طيب يلا مزبوطه. هات لك. انا ما عنديش مشكله يا دمج، بختم لك اياها بس قبل هيدا الامر تبعك اذا مزبوط. لا لا هون 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 على الورقه. على الورقه. على الورقه. ايه 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 بعد لا ايه ايوه إيه. بس في شغله قبل الختم نسينا شغله، نسينا. روق شوي. بدنا ورقه باول. ايه ما بنعزبك ورقه باول من عندكم يا خي. انا بدي اجيب لك ورقه باول. عندنا ورقه باول بعد. بدنا ورقه باول. استعملتها. وين استعملتها؟ بس كان بدي باول. لا